أهلا فيكم بمطبخنا. اليوم مجهز شيء جديد من التراث القديم، أكلة طيبة بنعمل منها موني، بنعمل منها عدة أكلات. شوفوا معنا، مجهز سطلين لبن، كل سطل بساع 5 كيلو، ضفناهم بالخضة. جنس ضفنا سطلين ماي يعني قد بقد. هلأ بدنا نشغلها ونعير الساعة لنشوف ده بتاخد معنا وقت. هلأ انكترت بتاخد وقت ساعة على القد. هلأ شوفوا معنا، هلأ هون بنفقدها كل شوي، هي بتطفي الآن، عندها أوتوماتيك بيطفي، بتريح حولها كل ربع ساعة. هلا عم نكشف عليهم، قربوا يخلصوا معنا. لسه تقريبا بدها شي نص ساعة. ما شاء الله ما شاء الله، يغز العين. هون خلصوا، هلا بدنا نقشهم بالكفكير مثل المصفى. فينا نلبس كفوف نايلو ونقشهم، وفينا نقشهم بايدنا، نغسل ايدينا منيح بدوا الجلي مشان ما يلزق السمن على ايدينا. وانتبهوا اذا غسلتوا ايديكم بالصابون، بتضل ريحة الصابون على الايد، بتعطي طعم للسمن منه مظبوط، لانه السمن كتير حساس. هلا شوفوا كيف بدنا نصفيهم. بعد شغل البيت ما في ابدا، بتحب تجربها اذا عندها خلاط على الكهرباء، بتحط قد بقد مي ولبن وتحط معها تلج وتشوف كيف النتيجة، بيطلع معها شغلات كتير حلوة. هلا بعد ما انتهي من قش السمنة بدي صفي عنهم العيران وحطهم بالفريزر مشان يجمدوا، وبعدين اذا بقوا عيران برجع بصفيهم. كمان بتجهزوا بالبراد، بتعملوا حساب انه بدكم تخضوا، بتحطوا تقريبا شي 3 علب صغار بتاعت النص كيلو تلج. عندما بدها قريب تطلع الخضة منضيف لها قلب تلج مشان السمن يجمد ويجمع معنا، لأنه هلأ الدنيا صيف مشان ما يسيح السمن بقلبه. هلأ هون بدنا نعبي السطل، بدنا ننتبه ما ينكب معنا على الأرض. هلأ بعد ما انتهينا من التعبي طلعوا معنا تقريبا 20 كيلو، يعني 4 سطولة من العيران البلدي. هلا ضفناهم هون بالطنجرة وضفنا معهم ملح، هيدا اكيد لبن بقر الاصلي منه مغشوش ابدا. شفتوا بدها طلع معنا سمنة الزبدة الاصلية. هلا هون بلشوا يغلوا معنا، هلا بلشوا ما شاء الله يعملوا وش. هيدا بدنا نستخرج منه القريش، شوفوا معي. هلا بلشوا يغلوا مظبوط، بدي اتركن لفترة ساعة، خليهم يغلوا ياخدوا حقهم بالغلي عشان يجمع بقلبهم القريش ويمصل عنهم المي. ليكوا احلاهم، شفتوا كيف طلع من بقلبهم ضعبيل القريش، يعني جمعوا. يعني هلا قربنا نطفي تحتهم. هلا هيدي المي الخضراء بتتصفى، بيقولوا لها مصل، مصل القريش او مصل اللبن. بنصفيهم مظبوط، بدي خليهم لبعد 3-4 ساعات، او فينا نصفيهم نتركهم من يوم لتاني يوم.
ماشيين ينشفوا القريشات ونرجع نحنا نعملهم يا قريش أخضر بنتركهم، يا بنعملهم شانكليش بنشمسهم بنعركهم مع ملح وحار. هلا شوفوا معي، نسيت لكم الزبدة كمان، فينا ندوبها نحط لها ملح ونخلطها مع سمنة النباتي مشان تعطينا طعم طيبة بقلب الأكل. هلا انتهينا منهم، نطفي تحتهم. أنا محضرة هون شقفة قماش، هادي عطول أنا بقطع فيها لبنة أو قريش. هلا صفيناهم، خليناهم من يوم لتاني يوم ليكو كيف نشفوا معنا، صاروا جاهزين للأكل. هلا ضفنا لهم حر وملح حوجتهم، يعني حسب الرغبة، إذا بتحبي تحطي حر أكتر أو ملح. أنا خليت ملحهم عدل والحر تبعهم ما كتر. هلا بدي بلش كورهم، ما بهم قد انت بتحبي التكويرة، كبيرة صغيرة مثل ما انت بدك. انا هعمل صغار وكبار عشان تشوفوا معي. هلا انا عم كورهم بس ما عم شد عليهم لانه ما بدي مونهم، بدنا ناكلهم حاليا. هلا بيكون هون جهز فطورنا مع السمنة الزبدة البلدي. هلا هون مجهزين اكلة تانية هي اسمها اللبنية، ناقعة نص كباية حمص، كيلو قمح. هلا نسيت لكم اني صمت العيران بين القريش واللبنية، بترك الحمص يغلي لوحده لمدة تقريبا شي ساعة، وبضيف معه نص معلقة كربونات صغيرة عشان الحبة تستوى معنا. ما منخليهم يستووا على الآخر، نترك مجال يستووا مع بعضهم. هلأ هون لما شفنا الحبة قربت تستوي، بدي أضيف فوقهم القمح بعد ما غسلتهم ونقعتهم وصفيت عنهم المي مظبوط. هلأ بدي أضيف القمح فوقهم، خليهم يغلوا مع بعض. هلأ بنحركهم مظبوط، بحول بدنا عزنا بدنا نضيف لهم مي، بنغلي المي ونضيفها، ما فينا نضيفها على البارد مشان ما يتكز القمح معنا او الحمص مقعد بيستوى. هلا بعد ما ضفنا اللبن العيران بحركهم، دل ايدي فيهم بحركهم بحركهم مظبوط مشان ياخدوا طعمة اللبن، اللبن يغلغل بحبة القمح. كل اكلة بدك تعطيها حقها بالغلي وشغل العقصولو بتطلع الأكل كتير طيبة، وهي الأكلة كتير مشهورة عنا خاصة بعكار، بيحبوها الناس اللي بيروحوا على الحقلة. طيبة بأيام الصيف لأنك بتحطيها بالبراد بتعطي برودة للجسم وبتعطي طاقة وكالسيوم وحديد، وكتير كتير طيبة. جربيها واعطيني رأيك فيها. بنعمل حدا بطاطا مقلية، بيض مقلي. خلص طبقنا لليوم، ان شاء الله ينال اعجابكم. صحة وهنا.